السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى مع الوصفات الاقتصادية السهلة البسيطة السريعة. واليوم أنا فرحت ولادي بالوصفة هذه، مش على مكونات ولا على أي حاجة، على الشكل. كانوا معايا في الكوزينة وحاولت البطاطا نشكلها هكا بشكل وردة، وما تصدقوش يعني قديش فرحوا بها وعجبتهم. يعني حبيت نعطيكم فكرة فقط انه كما يقولوا العين تاكل قبل الفم. وشفتها فعلا عند اولادي، يعني نلعب لهم شوي فقط بالشكل، يعني تتغير نظرتهم لذيك الماكلة اللي قدامهم، يعني يعودوا يحبوها يشوفوها بنظرة اخرى. المهم انا حبيت برك نشارككم هذه الوصفة البسيطة، ان شاء الله تعجبكم. مانيش بجيم، ان شاء الله اي واحد دخل جديد لقناتي او شاف الفيديو هذا ان شاء الله يدعمني باشتراك ويفعل الجرس، لانه تفعيل الجرس مهم يخلي اي فيديو نزله في القناة يوصلك اشعار به، يعني باللي نزل فيديو في القناة هذه. توضيح فقط للناس اللي مش فاهمة تفعيل الجرس، ونتمنى تتابعوا الفيديو للآخر. وطبعا كالعادة طريقة المقادير وطريقة الطهي تلقوها في الجزء الأخير من الفيديو، يعني كما متعودين أنا ندير مقدمة من بعد في الجزء في النصف الفيديو نبدأ الطريقة. كما تشوفوا هنا عندي بطاطا، عندي فلفل حلو، فلفل حار، عندي بصل، عندي طماطم، قطعتهم كامل. البطاطا قصيتها دي ترونش، قصيت ثاني البصل، عندي راح نضيف شويه لحم مرحي كميه قليله فقط نبنن بها، عندي شوي زيتون. هنا البصل قطعته قطع صغيرة و راح نقليه مليح في كمية قليلة من الزيت حتى يذبل البصل. من بعد نضيف له كمية اللحم، تقدري تحطي دجاج يعني اذا ما عندكش حطي دجاج. حطيت عليه الفلفل، نخليهم يطيبوا كامل على نار هادية، تعرفوا اللحم لازم يطيب. نقصت النار خلاص وخليتهم يطيبوا. هنا راح نوري لكم برك باللي ما راحش نضيف الفلفل، راح نقليه بعد وحده ونضيفه في الاخير على جلة اولادي كالعادة. اولادي صغار ما ياكلوش الحار. هنا بعد ما تقلوه كامل ضفت هذيك الطماطم اللي قصيتها، خليهم يكملوا يتقلوا كامل. حنضيف شوي دبشه ومعدنوس، وضيفي التوابل يعني حسب الرغبه، ضيفي فلفل اكحل وحده والا ضيفي الكركم والا ما تضيفيش خلاص، يعني مش شرط. اذا حابه تخلي نكهه الخضر يعني تبان اكثر ما تضيفيش التوابل. ضفت الزيتون. هنا راني نقلي في البطاطا،
هنا بما اني ما ضفتش الثوم في الاول، راح نضيف ثوم بودر رشه فقط، وضفت رشه فقط في فلفل اكحل في نفس المقله. بعد ما نحيت هذيك المكونات كامل، راح نقلي هذاك الفلفل وراح نحطه على جنب، يعني نضيفه من بعد كي نجيو ناكلو. هنا عندي كريبيير، جيبي مقله ولا كريبيير، المهم مقله ما تلصقش. حطيت فرشت كوش تاع بطاطا لتحت، وضفتك المكونات من الوسط، وخليت شوي فراغ هكا من الجوانب، راح نزينها بالبطاطا. وحكمت الحواف كما تشوفوا كامل، ستفت البطاطا فوق بعضها. يعني الشكل واضح ما كان له نهدر. من بعد راح بعد ما كملت زينتها الشكل ذا، تجيبي اي نوع تاع فرماج، انا عندي هذا في الدار. حكمت طحنتهم يعني بالفرشيطة، وضفت شوي حليب. انتي تقدري تضيفي كريم فريش، يوغورت ناتيريل، يعني اي فرماج، الجبن الطري، فرماج طري. انا راني دائما نقول لكم راني نخدم بالموجود، ما نشريش يعني بالذمه باش نصور فيديوهات، راني نطيب عشاء ولا غدا نصور وننزله. ضفت 3 بيضات، نطيبها عادي كيما طيبي فري توملات، وما كان ليه يعني نبقى نكمل نهدر، يعني الصوره راهي واضحه وشهية طيبه للجميع، وان شاء الله تجربوها ما تندموش. مع تحياتي. Thank you.